الثالث، الواحد لو اعتمر او حج عن احد الوالدين، نعم، هل يجب عليه انه يحج ويعتمر برضه عن الوالد الاخر؟ اها، من باب العدل يعني. طيب، واذا اعتمر الانسان او حج عن احد والديه، هل يجب عليه ان يحج او يعتمر عن الاخر شيخ ليحقق؟ لا، الوجوب لا يجب. البر الوجوب لا. ليس واجبا، انما من الاحسان ان ياتي بعمره عنه اذا كان يرغب، ولكن الافضل فيما يهديه الى والديه ان يدعو لهما. الحمد لله. ودعاء الله. واما اذا كان لم يحج او يعتمر فهذا ايضا لو اتى بالفريضه عنهما فطيب.